بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحبابي الصيادلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية، قبل نبدأ في محاضرة اليوم، نحب نذكر الجميع أن في نهاية محاضرة الأنيميا وعدكم إن شاء الله حنتكلم على الميتابوليك أسيدوسيس والميتابوليك ألكالوسيس والريسبيراتوري أسيدوسيس والكالوسيس، ونتعلموا مع بعضنا إن شاء الله كيف الصيدلي المفروض أن يفهم التحاليل الطبية الخاصة بهذه المشكلة كمشاكل للدم، وكيف يمكن التصرف فيها إن شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة. بس إن شاء الله نأجل هذه المحاضرة إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله، لأن حبيت قبل نعطي المحاضرة متاع الميتابوليك أسيدوسيس والألكالوسيس والريسبيراتوري، حبينا نفهم البلد هيموستاسيس والترومبوسيس. لما حنتكلم على الهيموستاسيس بصورة عامة، لازم نفهم أن الهيم معناها بلد، والستاسيس معناها ستوب، لأن لما يحصل في تغيير في حركة أو سرعة الدم والكومبوننت متاعها، بيحصل إذن تغيير كتير من المشاكل في الدم. زي ما احنا شايفين هنايا في عندنا في البلد فيزلز زي ما عارفين، وهذه أهمية جدا جدا نفهموها في الأول، كيف يحصل إن الدم يحافظ على نفسه من المشاكل الترومبوجينيك فاكتور اللي ممكن تصير في أي وقت. في سبحانه وتعالى وعظمة خلقه، إن في البلد فيزلز عندنا حاجة نسموها الإنديتيليال سيل، وفي حاجة نسموها سب إنديتيليال سيلز. هذه السب إنديتيليال سيلز مهمة جدا جدا، كونكتيف تيشو موجودة تحت الإنديتيليال سيل، وهذه الإنديتيليال سيل لما نشوفها مسكرة مش مخلية الدم ممكن يتسرب للسب إنديتيليال سيل. لأن لو قدر الله حصل عندي كت أو حصل عندي جرح، الجرح هذا حيودي لفقدان كثير من الدم، ولما يحصل جرح إيش يحصل معناها أو قطع، بيحصل أن الدم حيتسرب إلى المنطقة ما تحت الإنديتيليال سيل، وأول ما يحصل الدم يتسرب إلى منطقة السب إنديتيليال سيل، كثير من العمليات تحصل في الجسم محاولا أن هو يمنع فقد كمية كبيرة من الدم بنفسه. لكن قبل لا نمشي في العملية هذه وفهم هذه العملية، زي ما شفنا في عند الانديتيريال سيل، وفي عند السب انديتيريال سيل، وفي تحت عندنا سموت مصل اللي لها علاقة كبيرة في الشغل، وعندنا بعض الريسبتورز موجودة، وفي عندنا كذلك ريسبتور من هذا النوع نسميها البين ريسبتور، زي ما حنشوفه هنا البين ريسبتور، وهذه نسميها كذلك ايش ريسبتور اخرى جاية تحت السب انديتيريال سيل. طيب ايش في كيف خلينا نفهم في البدايه كيف الدم يحافظ على روحه طبيعيا، يحافظ على روحه من اي ترومبوجينيك فاكتور. في عندنا ثلاثه ميكانيزم اللي عن طريقها الدم يحافظ على نفسه بالصوره الطبيعيه. اول عمليه نسميها الكيميكال ميثود. الكيميكال ميثود بتفرز من الاندوثيليال سيل، وهي عباره عن نيتريك اوكسايد والبروستوسايكلينز بي جي اي 2. اوكي، هذه العملية أو هذه الكيميكالز مهمة، إن لأنها بتعمل، لو كان هذه هي البليتلت زي ما نشوفه فيها هنا، إذا كان هذه هي البليتلت، هذه البليتلت بيحصلها inactivation عن طريق النيتريك أوكسيد والبروستاسايكلينز، وبتصبح غير قادرة إن هي تلتصق بالإندوتيليال سيلز، وبالتالي مش قادرة تتجمع أو تتكدس، لأن حصلها inactivation بالنيتريك أوكسيد والبروستاسايكلين I2. يبقى هذه هي العملية اللي بيحصل ان اكتيفيشن للبليتلت، وان اكتيفيشن تعني ان البليتلت مش قادرة انها يحصل لها ميجريشن ويحصل لها اجريجيشن، وهذا اهم جدا، او ان هي تلتصق بالاندوثيليال سيل زي ما شايفين. يبقى هذه العملية الاولى. العملية الثانية والمهمة، ان عندنا حاجة يسموها او في ريسبتور او في بروتين موجود على جدار الاندوثيليال سيل نسميه جلايكوسامينوجليكانز، وهذا هو عبارة او الاسم الاخر أو ما يعرف باسم الهيبرين سلفيت. وهذا علاش مهم العملية هذه أني نفهمها، لأن زي ما حنشوفوا العلاج بعدين، ممكن العلاج يكون عن طريق أخذ هيبرين، وبالتالي طريقة العمل متاعها حيكون في هذه المنطقة. كذلك عندنا بروتين آخر يسمى الأنتيترومبين 3. الأنتيترومبين 3 يتحد مع هذا الهيبرين سلفيت، وسبحان الله هذا الأنتيترومبين 3 عنده كأنه يد أو كأنه ملعقة موجودة، وهذه الملعقة بتعمل على تكسير بعض الفاكتور اللي بيطلعنا عندها الكبد، والكبد بيطلع ملايين من البروتينز، ولكن زي ما نشوفوا فيها هنا، واحد منهم الفاكتور هذه فاكتور 2 و9 و10، وهذا اذا انتي ترومبين 3. خلينا نفهم هذه العمليه، ان الانتي ترومبين 3 زي ما شايفين يعمل ان اكتيفيشن للفاكتور 2 و9 و10.
العملية الثالثة والمهمة عندنا باش يخلي الدم نوع نفسه طبيعي وماشي بسرعة طيبة ومفيش فيه أي مشاكل ومش متعرض لأي ترومبوجينيك فاكتور، عندي البروتين سي. البروتين سي هذا اللي هو البن الأحمر هنا يتحد مع نوع آخر من البروتين موجود على الاندوتيليال سيل يسموها ترومبوموديلين. يبقى عندنا ترومبوموديلين، عندنا كذلك الترومبين سي. الترومبين سي هذا لما يتحد مع الترومبوموديلين بيحول البروتين سي اللي هو inactive بروتين سي عن طريق هذه اليد اللي موجودة في الترومبين سي، بيحولها إلى activated بروتين سي، وهذا الactivated بروتين سي بيعمل inhibition وبيكسر another factor اللي هما 5 و9. وحنفهم إن شاء الله بعد شوية في الcoagulation cascade كيف إن الفاكتور 5 والفاكتور 8 كذلك بيأثروا في العملية اللي هو الكالكوليشن كاسكيد وكيف تحصل. إذا هذا هو الثلاثة عمليات وثلاثة خطوات اللي بتخلي البلد قاعد بصورة طبيعية وقاعد بصورة جيدة وما يحصلش فيه أي ترومبوليتك إفكت أو ترومبوسس. طيب لو شفنا الخمسة الخطوات اللي تحتاجها في عملية الهيموستيسس أو لما تحصل الهيموستيسس، عندنا 5 خطوات وفايف ستيبس. الخطوة الأولى بيحصل عندي فاسكولار سبازم، الخطوة الثانية بيحصل عندي البليتلت بيحصل فيها اجريجيشن وبتعمل فورميشن اوف ذا بليتلت اجريجيشن، بتتكدس على بعضها بتتجمع وبالتالي بتحصل فيها تكدس وتمنع من سير الدم بصورة طبيعية. الخطوة اللي بعدها هي الكواجوليشن كاسكت اللي حنتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله، وحنشوفه كذلك بعد هيك كيف يحصل الكلات ريتراكشن اند ريبير، وكيف العملية الأخيرة اللي هي رقم 5 كيف يحصل فايبرينولايسيس. الفايبرين كيف تحصلها تتحلل وتتحول وبالتالي يرجع بناء الاندوتيليال سيل وتتسكر والسب اندوتيليال سيل حتى هي بيحصلها ريبير وبترجع وتتسكر العملية وبيمنع فقدان الدم. طيب حنتكلموا على أول عملية من العمليات الخمسة اللي هي الفاسكولار سبازم أو الفاسكولار كونتراكشن، وبتحصل عن طريق 3 خطوات. الخطوة الأولى زي ما احنا شايفين هنا لما يحصل دمج، شفتوا الدمج هذا اللي حصل في الاندوتيليال سيل، إذا حصل البلد وين دخل وصار في اتصال مباشر بين البلازما والسب اندوتيليال سيل، هنا تبدأ العملية في مشكلة. ليش؟ لأن هذا الدمج اللي حصل بيحصل عنا ريليز مادة كيميائية نسميها الاندوثيلين. الاندوثيلين يبقى أول عملية نسميها الاندوثيلين. إيش يحصل في الاندوثيلين؟ الاندوثيلين هذا المادة الكيميائية لما تدخل داخل بتتحد مع الريسبتور الموجود هنا زي ما قلت لكم عليه، هذا نوع من الريسبتور، وهذا الاتحاد بين الاندوثيلين وهذا الريسبتور بيحصل بتساعد على المصل اللي يحصلها كونتراكشن، ولما يحصل المصل كونتراكشن بنشوف انه بتنقص عملية فقدان الدم. يبقى هذه أول عملية من العمليات اللي بتحصل في الفاسكولار سبازم. العملية الثانية زي ما احنا شايفين هنا في العملية الثانية كذلك بيحصل المصل هي نفسها السموت مصل بيحصل فيها كونتراكشن، والكونتراكشن هذا بيؤدي إلى عملية نقص في فقدان الدم. يبقى العملية الثانية مباشرة السموت مصل هي نفسها يحصل فيها كونتراكشن، وهذا الكونتراكشن طبعا بيضيق الكت اللي موجود أو الجرح اللي موجود وبيحاول بقدر الإمكان أن يمنع فقط كثير من الدم الآخر. العملية الثالثة والمهمة في الفاسكولار سبازم للأسف بسبب هذا الكت وهذا الجرح ودخول الدم واتصاله مباشرة بسبب النتيريال يودي إلى ريليز عديد من الانفلاماتوري كيميكالز. هذه الانفلاماتوري كيميكالز اللي نشوفه فيها كنقاط حمراء هنا هذه مثل الهستامين واليوكترين والبروستاجلاندين، وهذه الانفلاماتوري فاكتور تتحد مع البين ريسبتور، هذا البين ريسبتور اللي قلت لكم عليه بدري، وهذا البين ريسبتور لما يتحد مع الانفلاماتوري فاكتور بسبب كذلك مصل كونتراكشن او كونتراكشن في المصل وبالتالي بتقلل كميه الدم السائب. يبقى هذه العمليه الاولى اللي لها علاقه بالفاسكولار سبازم، بتتم عن طريق 3 عمليات اندوثيليوم، وكذلك في مصل كونتراكشن عن طريق المايوجينيك ميكانيزم نفسها بروحها، وكذلك اكتيفيشن في البين ريسبتور عن طريق الكيميكال او انفلاماتوري كيميكال اللي بتحصل وتطور الجسم وبيحصل عندنا كذلك مصل سبازم او فاسكولار سبازم. طيب الان عمليه البليتلت، احنا قلنا
اول ما يحصل كات، اول ما يحصل كات، شفتوا الكات هنا موجود او هنا بصوره اسهل، لو شوفوا الكات هذا ايش حصل، هذا بسبب ان البليتلت تصبح عندها قدره على الانتقال والتجمع والارتباط مع بعضها والتكدس فوق بعضها وتكوين مشكله كبيره في الدم اللي بتعيق حركه سيال الدم بطريقه سهله. يبقى هنا ايش عندنا، احنا عندنا في حصل كت والاندوثيليال سيل صار فيها دمج، وبالتالي هنا في الاندوثيل لما يحصل دمج عندي امبورتنت فاكتور، هذا الفاكتور نسميه فان والدبراند فاكتور، نسميه فان والدبراند فاكتور. ليش مهم هذا الفاكتور؟ لانه هو اللي عن طريقه البليتلت اول ما تصل للمنطقه اللي صاير فيها دمج ترتبط به وتصبح نقطه التكدس الاولى، وهذا ال VWF بيتحد مع البليتلت بطريقه مغايره عن اتحاد البليتلت في بعضها او ربط البليتلت في بعضها. في عندنا حاجه اسمها جلايكوبروتين 1B، جلايكوبروتين 1B هو اللي بيساعد على البليتلت المهاجره لهذه المنطقه ان هي تتكدس وترتبط مع ال VW فاكتور، وبالتالي اصبح عندي تكدس اولي بسبب الجلايكوبروتين 1B واتحاده مع البليتلت. طبعا في هذه الحاله حيطلع عندي الادينوزين دايفوسفيت وهو مهم جدا في البليتلت اجريجيشن، ثرومبوكسون اي 2 والسيروتونين، وهذه مهمه ان نعرفها، لان كذلك العلاج بعدين في الانتي بليتلت فاكتور لما نتكلموا على جلوبيدجريل او نتكلموا على الاسبرين حنجي للمنطقه هذه. وهذا علاج قلت لكم فهم العمليه اللي قاعده تصير او فهم الباثوفيزيولوجي اللي قاعد يصير حيساعدنا كثير بان احنا نضع الخطه العلاجيه او ما يعرف بالفارماسيوتيكال كير، زي ما شفنا المكان اللي يشتغل فيه الهيبارين، والان شفنا مكان اخر للانتي بليتلت اخرى اللي حنرسلها بالتفصيل بعد قليل. يبقى زي ما احنا شايفين هنا الـ VW فاكتور موجوده واصبح عندها بعض البليتلت ارتبطت بها بالجلايكوبروتين 1B زي ما شفنا فوق هنا، واصبح عندها اصبح البليتلت صار فيها عمليه اجريجيشن بدأت ترتبط مع بعضها بعض. خلينا نشوف هنا كيف ترتبط البليتلت مع بعض عشان تتكدم عن تتكدس فوق بعضها ويصبح عندها كتله. زي ما احنا شايفين هنا في عندنا زي ما قلنا البليتلت ترتبط مع الفان دبليو فاكتور بجلايكوبروتين 1B، وبتتحد البليتلت مع بعضها هنا زي ما شايفين بحاجه يسموها جلايكوبروتين 2B وجلايكوبروتين 3A. again هذه المنطقه مهمه جدا جدا، لان بعدين العلاج لما حنتكلموا على العلاجات المستخدمه في الترومبوسز حنشوفوا او في الانتي كواجولانت حنشوفوا ان عندنا مجموعه كبيره ممكن تستخدم عشان نمنع هذا الربط بين البليتلت نفسها، لانك انت لو منعت الربط بين البليتلت نفسها حتمنع تكوين هذه الكتله اللي احنا سميناها بالترومبوسز. والمشكله لو كان عندك انت ترومبوسز ممكن للاسف فراجمنت منها جزء بسيط منها يتحول ويصبح يكون امبوليزم ويمشي للريسبيراتوري سيستم ويسبب ايش؟ ويسبب عمليه ان يحصل امبوليزم، يا اما بولمري امبوليزم يا اما ديب فينا ترومبوسز. طيب إذن عشان نفهم هذه العملية مرة أخرى، لما يحصل عندي دمج للأسف مش حيكون في عندي نيتريك أوكسيد اللي أخذناه في الأول إن كيف الدم يحافظ على نفسه بصورة طبيعية، مش حيكون عندي بروستاسايكلينز، وبالتالي زي ما احنا عارفين الإندوثيليال سيل مش قادرة تفرز هذه الكيميكال، وبالتالي مش قادر الدم يحمي نفسه أو يحافظ على نفسه بالصورة الطبيعية. إذن زي ما قلنا في الأدينوزين دايفوسفيت والترامبوكسان والسيروتونين يشتغلوا ويعملوا اكتيفيشن للبليتلت عشان هي تعمل تكديس وتجميع، وبالتالي زي ما احنا شايفين الادينوزين دايفوسفيت والترومبوكسان لهم علاقه بالبليتلت، والترومبوكسان اي 2 والسيروتونين لهم علاقه بالكونتراكشن بتاع السموث ماسل نفسه. ارجو ان تكون فهمت الان وفهمنا. بالله ما ننساش جلايكوبروتين 1B هو الفاكتور او هو المهم في عمليه ربط البليتلت مع الفان واندربراند فاكتور، وبعدين ما ننساش جلايكوبروتين 2B وال3A اللي هم علاقه بربط البليتلت مع بعضها والكونكشن اللي يصير مع البليتلت، معنى هذا بيصير تكدس زي ما احنا شايفين الكتله قاعده تتكون وتبنى وبيحصل اجريجيشن لها، وبالتالي بتحصل عندنا مشاكل كثيره في هذا على هذا المستوى. الان في عمليه مهمه جدا جدا نتكلم عليها اللي هي الكواجيليشن كاسكت، وهنا نقول عندنا تو باث واي، يا اما انترنسنج باث واي واللي هو بطيء جدا بمقارنه بالاكسترنسنج فاكتور، لان الاكسترنسنج باث واي ممكن ياخذ فقط 3 ثواني 3 سكند، بينما الانترنسنج فاكتور يحتاج الى اخذ 4 الى 5 دقائق.
ايش الفرق بين الانترنسيك فاكتور والاكسترنسيك فاكتور؟ الانترنسيك فاكتور يحصل له فيه اكتيفيشن لما البلازما نفسها بتصبح ان كونتاكت مع الدامجد فيسلز، يعني لما حصل دامجد فيسل للاسف بلد البلازما هتدخل ويصبح الانتي ترومبوجينيك كاركترستيك اوف ذا اندوثيليال سيل انفقدت، وبالتالي البلازما تصبح دايركتلي ان كونتاكت وذ ذا اندوثيليال سيل، وبالتالي تصبح الانترنسنج بات واي جاهز. لو نرجع مره اخرى لعمليه الفان دبليو فاكتور اف وكيف حصل ربط مع البليتلت الاولى، وبعدين كيف البليتلت تم ربطها مع بعضها مع جليكوبروتين 2B و3A، وكيف تكدست. هذا التكدس البليتلت ينتج عنها بعض النيجاتيف تشارج على السيرفس نتاعها. ايش اهميه النيجاتيف تشارج هذا؟ مهم جدا جدا. ليش؟ لان اول ما الفاكتور 12 يتصل بهذه التشارج ويحتك بهذه التشارج، هذه التشارج از نيجاتيف تشارج، قادر أن يتحول الفاكتور 12 من أكتف إلى أكتف، ويصبح عندي 12 إلى 12 AA يعني أكتف في كل حالة. أول ما يتكون عندي الأكتف 12 بيحول 11 إلى 11 A، وبعدين 11 بيحول 9 إلى 9 A، وبعدين 9 بيحول 10 إلى 10 A. هذه هي الانترنسيك فاكتور. طيب، عملية سهلة وبسيطة. في بعدين 10 A اللي هو أكتف 10 عن طريق زي ما عارفين احنا البليتلت فاكتور 3 والكالسيوم سيجنالز، والكالسيوم هذا بيحولوا ال 10 A بيساعدوا يحولوا البروترومبين الى ترومبين. وضحت العمليه؟ اذا عندنا 12 الى 12 A، 11 الى 11 A، 9 الى 9 A، بعدين 10 الى 10 A، ال 10 بيحول البروترومبين الى ترومبين، الى الترومبين. الترومبين بيساعدني يحول لي الفايبرينوجين الى فايبرين. الفايبرينوجين هذا صوليبل، وبالتالي مش هيغير في مقاومات الدم، ولكن لما يتحول الى فايبرين، الفايبرين هذا انسوليبل، وبالتالي المقاومات الدم بتتغير وبيصبح اكتف اللزوجه وبيقلل من سرعته. هذا الفايبرين انسوليب فبيكون عندي زي ما كنت شفت فايبرين، لكن هذا الفايبرين لوحده ما يساعدش كثير على ان يعمل المطلوب منه، لازم نوصل ما يسمى بالكروس لينكينج اوف فايبرين. كيف تكون كروس لينكينج فايبرين؟ عندي كلوتينج 2 اللي هو الفاكتور 2 بيتحول الى 2A، وال 2A في وجود الكالسيوم بيحول ال 13 الى ال 13A. نفهم هذه العمليه ان الفايبرين هو انصالب، نعم، لكن عشان نكون الفايبرين مش، شو معنى الفايبرين مش؟ مش يعني زي ما انت عندك يعني قدس من الرمل وتخاف عليه الريح تناطر هذا الرمل، فاحنا هنا عندنا بليتلت نخاف ان البليتلت هذه تتناطر، فيكون عندي ما يسمى بالكروس لينكينج فايبرين، والكروس لينكينج فايبرين يجي على، شفتوا هنا، بيجي على البليتلت وبيكون بتغطيتها كانك حطيت شباك على البليتلت. هذا الشباك يسموه كروس لينكينج فايبرين عشان نمنع ان الفايبرين هذه تتناطر وتكون امبوليزم. عشان يتكون الفايبرين مش نحتاج ان الفاكتور 2 يتحول الى عن طريق الترومبين الى اكتف 2، والاكتف 2 في وجود الكالسيوم يحول ال 13 الى 13 اي. شنو ميزه ال 13 ايضا؟ يعمل كروس لينكينج اوف فايبرين زي ما شفنا هنا في كروس لينكينج، وهذا يكون كما يسمى بالفايبرين مش، وهذا المش يجي ويغطي هذه المنطقه ويسكر عليها. هذا الفايبرين مش مهم لان بعدين لما حنتكلموا ان شاء الله على الفايبرينوليسيس ونشوفوا كيف التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور عنده محبه كبيره ان يجي ياكل هذا المش يحوله وكذلك يكسر كل هذه البليتلت عشان يمنحها ان هي تكون اي امبولس. طيب هذا الانترنسيك فاكتور. لما حنتكلم على الاكسترنسيك فاكتور زي ما عارفين في لما يحصل دامج في التيشو زي ما قلنا هنايا يحصل تيشو دامج، في عندنا حاجه يسموها تيشو فاكتور بيطلع عندنا تيشو فاكتور، وهذا تيشو فاكتور نسميه فاكتور 3، سميه فاكتور 3. وهذا الفاكتور 3 بيهمني ايش؟ انه بيحول لي فاكتور 3، هذا الفاكتور 3 طالع من الدامج تيشو بيجي بيحول لي السبعه فاكتور 7 ل 7A. طيب اذا في عندي تيشو فاكتور طالع، تيشو فاكتور تي اف بيساعدني في تحويل السبعه الى 7A من انكتف الى اكتف 7A، وبالتالي 7A هذا بيدخل مباشره بيحول ال 10 الى 10A، ال 10A بتحول بروتونبين الى ترومبين، والترومبين بيحول فايبروجين الى فايبرين. يبقى زي ما شفنا هنا عمليه قصيره جدا تستغرق ثلاثه يعني ثواني فقط، بس هذه العمليه تستغرق الى وقت اطول اكثر. اذا فهمنا الان تيشو فاكتور 3 وشيل أهمية تيشو فاكتور 3 بيحول السبعة إلى 7A. عندنا أناذر فاكتور مهمات
اللي هو الفاكتور 5 عن طريق الترومبين. عن طريق الترومبين بيحول الفاكتور 5 إلى 5A، وال 5A بتساعد تحويل ال 10A إلى، بيحول البروترومبين إلى ترومبين. كذلك لو طلعنا فوق كمان في عندنا الفاكتور 8 عن طريق الترومبين بيحول الفاكتور 8 from inactive إلى active 8A، و8A زي ما احنا شايفين هنا بيساعد على تحويل ال 9A، بيساعد على ان ال 9A يحول ال 10 إلى 10A. وضحت الفكرة؟ تمام إن شاء الله. كذلك الترومبين ما ننساش ان هو حتى هو يساعد تحويل ال 11 إلى 11A. يبقى الترومبين عنده 3 important factor، 5 إلى 5A، 8 إلى 8A، وكذلك 11 إلى 11A. وبالتالي شفنا كيف الكوغوليشن كاسكيد وشين الفرق بينها، وعرفنا الانترنسك كاسكيد ياخذ وقت أطول، وبيتحصل لما يحصل إن في دمج في التيشو والبلازما تصبح إن كونتاكت دايركتلي مع السب إنديتيريال سيل، وعرفنا الانترنسك فاكتور بيحصل فيها اكتيفيشن لما تحصل إن الدمج في الإنديتيريال سيل، وبيحصل بيطلع فاكتور وسميناه تيشو فاكتور. أرجو نكون فهمت الكالكوليشن كاسكيد كخطوة من خطوات الهيموستاسيس اللي هي الخطوة الثالثة. عشان نخلي العملية أسهل في الكالكوليشن كاسكيد وممكن تذكيرها بصورة سهلة، إذا نحن عندنا المهم جدا جدا هو تحويل الفاكتور إلى فاكتور 10 اللي هو 10A، اللي بعدين طبعا بيحول لنا الفايبرينوجين إلى فايبرين، وبيكون بيساعد في تكوين الفايبرين مش. طبعا عندنا الانترنسك فاكتور قلنا عشان نصل الى 10، اذا بنبدا بالفاكتور 12 بنحول ال 11 من 9 الى 8 الى 10. في الاكسترنسك فاكتور عندنا تو امبورتنت فاكتور لو تتذكروا، اللي هو الفاكتور 3، وعرفنا الفاكتور 3 بيساعد على تحويل الفاكتور 7 الى اكتف 7، و7 بيحولنا على طول الى 10. لاحظوا هنا ان لو عشان تتذكر هذا الكلام عندك 3 لو تضيفها لايش عشان تولي 10 ضيفها ل 7، يبقى عندك فاكتور 3 وفاكتور 7. طيب عندنا فاكتور اخر اللي هو الفايبرونوجين رقم 1، وعندنا فاكتور 2 اللي نسميه ترومبين، وفاكتور 5 اللي هو فاكتور 5. احنا كيف نتذكرهم بصوره سهله؟ طبعا اللي هو 1 ضرب 2 ب 2، و2 ضرب 5 ب 10، 2 ضرب 5 ب 10. يبقى هذه هي الطريقه السهله اللي ممكن تساعدك على فهم الانترنسنج والاكسترنسنج فاكتور. ارجو ان كانت العمليه سهله وبسيطه، وان شاء الله لما تسمع للمحاضره اكثر من مره، وزي ما قلت لكم المحاضرة هذه بتساعدك على انك تفهم شن قاعد صاير في الجسم، عشان بعدين لما حنشوفه في اقتراح الفارماسيوتيكال بلان والجلوس مع الاطباء لاقتراح الفارماسيوتيكال بلان للمريض اللي بيعاني من ترومبوسز او بيعاني من ستروك، ممكن فهمها في ضوء ايش الدواء اللي استخدمه على حسب ايش قاعد حاصل في الجسم. الخطوة الرابعة والخامسة في الهوموستاسيس اللي هي البليتلت ريتراكشن اند ريبير. يعني الان في عندنا تو امبورتنت فاكتور، الى جانب ان البليتلت يحصل فيها كونتراكشن اتسلف رقم 1 او رقم A، كذلك بي عندي ريليز اوف سيرتن كيميكال. الاول واحد يسموه بليتلت درايف جروث فاكتور، وهذا لما يطلع الفاكتور هذا بيساعد على ريجينيريتنج والريبيرنج في الدامجد كونكتيف تيشو في السب انديتيريال سيل. طيب الفاكتور الاخر اللي هو الفي اي جي فاكتور، وهذا بيساعد على الاندوتيليال ريبير، وبالتالي ال VAG فاكتور هذا جروث فاكتور بيساعد على اصلاح والريبير في الاندوتيليال سيل. يبقى معناها في البليتلت ريتراكشن اند ريبير، في الى جانب ان لو انت تخيلت نفسك لو تفتح ايديك الاثنين على انك انت البليتلت وضم ايديك الاثنين لبعضهم، الان هتلاحظ ان كان في بليتلت كونتراكشن عشان تضيق الجرح او القتل الموجود، وبالتالي تمنع تسرب الدم. في انذر تو كيميكال سميناه بي جي جروث فاكتور والفي ان جروث فاكتور، وهذا واحد منهم بيساعد على اصلاح السب انديتيريال تيشو، والثاني بيعمل على اصلاح الانديتيريال لاين، وبالتالي الدم مش هيقدر يخترق الانديتيريال لاين للسب انديتيريال لاين، وبيعطي كل الاهميه بتاعه زي ما احنا فهمناه. الانديتيريال سيل عنده عده وظائف، من اهمها طبعا بيغطي زي ما شفنا البلاد فيزل، وبيعمل بروتكشن للدم اللي يجري في المجرى من اي ترومبوجينيك افكت اوف سب انديتيريال تيشو، وبيعمل ريليز لبعض المواد اللي زي ما شفناها النيتريك اوكسايد والبروستوسايكلينز والهيبارين سلفيت والبروتين سي، وهذه كلها
لها أهمية أن يكون عندي الإندوتيليال سيل بصورة صحيحة وسليمة. الخطوة الخامسة في عملية الهيموستاسيس اللي هي سميناها الفايبرينوليسيس أو الفايبرينوليسيس. الآن عندنا هذه الإندوتيليال زي ما تشوفوا فيها، وهذه في على جدارها يوجد عندنا ناتشرال بروتين نسموه سيربتوكاينيز أو تيشو بلازمينوجين أكتيفيتور، وهذا تيشو بلازمينوجين أكتيفيتور أو تي بي أي مهم جدا جدا لأنه بيحول لي البلازمينوجين إلى البلازمين. البلازمين هذا البلازمين كأنه فم وبيعمل على التهام أي فايبرين، أي عنده قدرة أن ياكل أو يعمل تكسير لأي فايبرين، وبالتالي لما ياكل الفايبرين ده كل الفايبرين مشي اللي قلت لكم عليه اللي بيغطي البليتلت اللي اعطيتكم بتالي لو كانك عندك كدس رمل وخايف منه في يوم ريح يتناثر بتغطيه بشباك. هي نفس العمليه لما تتكدس البليتلت، وزي ما قلنا البليتلت لما يحصل دمج للانتيتيال سيل تصبح قادره على على على, على, على التنقل لهذا، تنتقل مباشره للكت اللي صاير لان تحاول ان تسكره، وقادره ان هي تلتصق ببعضها عن طريق الجلايكوبروتين 1، وقادرة أن تتحد مع بعضها عن طريق الليكوبروتين 2 و 3، وقادرة أن هي تتكدس وتتجمع. وهي المشكلة وين؟ هذه ميزة لأن لما البليت تعمل هذا كله تساعدني أن توقف الجرح وتمنع فقدان الدم، لكن المشكلة وين؟ لما يصبح أن في زيادة عن المطلوب تكدسها يزيد، وبالتالي بتكون على تكوين من الترومبوس، وحنفهمها إن شاء الله لما حنتكلموا على الترومبوسس، وممكن تحول إلى أمبوليزم وتصبح أخطر. إذا العملية هنا تعتمد على تكوين البلازمين من البلازمينوجين لما يتحد مع الـ TBA، وبالتالي يصبح هذا البلازمين قادر على أنه يعمل تآكل وتكسير في كل المش وكذلك في البليتلت، وبالتالي يمنحها أنه يتكون أي إمبوليزم أو عين ترومبوسس. وهنا لما تحصل هذه العملية بيحصل عندي إفراز إلى مادتين، المادة الأولى يسموها فايبرينوجين والمادة الثانية يسموها دي دايمر، وبالتالي هذا الدي دايمر مهم جدا جدا في تشخيص المشكله. لان لو اخذت عينه من الدم ولقيت في المريض هذا في الدم بتاعه موجود الدي دايمر، هذا يدل على ان المريض قد سبق وان تعرض الى ترومبوسيس بروبلم. طيب عشان ما نخليش المحاضره هذه طويله ونخلي الجزء الاول فقط على الهيموستاسيس والجزء الثاني ان شاء الله حنتكلموا على الترومبوسيس، حنتكلموا على الميديكيشن. طيب وزي ما قلت لكم فهم العمليه بصورة واضحة حيساعدك على تحديد الدواء الذي يستخدم. يعني لو خدينا مثلا، مش قلنا احنا في الأول إن الدم سبحان الله خلق فيه أشياء إنه ممكن تخليه دائما بصورة طبيعية وما فيش مشاكل وما يتعرضش إلى ترومبوجينيك فاكتور اللي هي يسمونها الأشياء الطبيعية زي ما احنا نشوفه فيه هنا. لو جينا للخطوة الأولى في العلاج هنلقوا إنه ممكن حنستخدم الهيبارين. ممكن تتوقع ليش الهيبارين هنا؟ تتذكروا في الهيبارين سلفيت اللي موجودة على جدار الاندوتيليال سيل. إذا هنا عندي الأنتيترومبين 3 اللي بيمنع وجود أي ترومبوسس في الدم. لو أنت أعطيت هيبارين شو بيعمل له؟ بيعمل له ستيميليشن، بيعمل له ستيميليشن. يعني أنت كأنك بالهيبارين استخدمت الطريقة الطبيعية بأنك تحافظ على الدم في صورة طبيعية والكومبوننت بتاعها في صوره طبيعيه وقاعد يجري في الدم بدون اي مشاكل، مش معرضاته اي ترومبوسز ولا امبوليزم. طيب هذه الطريقه الاولى، وفهمنا ليش الان الهيبارين، وحنتكلموا عن الهيبارين بالتفصيل ان شاء الله وال انواع والجرعات بتاعها وليش يستخدم في البروفلاكتيك بير، بس ان شاء الله في المحاضره الترومبوس. يبقى هذه الطريقه الاولى اللي هي الطبيعيه. كذلك في الطريقه الطبيعيه قلنا نستخدم كذلك الفازو كونستراكشن والفاسكولار سبازم اللي بتتكون، واول ما يحصل كت زي ما قلت لكم البليتلت بتحصل لها كونتراكشن، المسموت مصب يحصل لها كونتراكشن، وكل شيء يحصل كونتراكشن. ليش؟ عشان يمنع فقدان الدم. الان خلينا هنتكلموا على مشكله البليتلت، وزي ما قلت لكم لما حصل دمج اول ما تلتصق او دمج الدم او البلازما هتدخل السب انديتيليال سيل، وبالتالي هيتتحد البليتلت مع الفان دبليو فاكتور والبليتلت نفسها بتتحد مع بعضها زي ما تكلمنا من شويه، وبالتالي هنا كيف نمنع هذه الاجريجيشن؟ كيف نمنع هذا الاجريجيشن؟ الطريقه الاولى لمنع الاجريجيشن نستخدم طبعا مثلا الدواء الشائع الان الجلوبيدجريل، وممكن نستخدم الدواء الاكتيف شيوع الاسبرين، وان شاء الله هنتكلموا لما نتكلموا على العلاج
كيف ان الاسبرين الون ولا الجلوبيدجرين الون يجب ان يستخدم في البرايمري بريفنشن، والكومباينيشن مع بعض ممكن يستخدم في السكندري بريفنشن، ولما نستخدمه في السكندري بريفنشن اس كومبايند ميديكيشن وي نيد تو بي كيرفول فروم ذا بروبلم اوف بليدنج. وزي ما احنا عارفين الجلوبيدجرين يشتغل على الدينوزين دايفوسفيت ويلا انهيبيشن، والدينوزين دايفوسفيت زي ما شفنا في السلايد السابقه كيف يساعد على البليتلت اجريجيشن. يبقى لو انت انهبت للدينوزين دايفوسفيت بالجلوبيدجرين كيف حتساعد على حل المشكله. وكذلك الاسبرين كنا نعرف انه يشتغل على ترومبوكسان اي 2، وبالتالي الاسبرين يعمل انهيبيشن، وبوت من الجلوبيدجرين والاسبرين يعملوا ايرريفرسيبل انهيبيشن. لو نتكلموا على الطريقه الثانيه اللي تشتغل على جلوكوبروتين 2B وجلوكوبروتين A، ذكروا الجلوكوبروتين 2B و3A اللي قلت لكم عليه اللي بيعمل على البليتلت اجريجيشن في بعضها، وبالتالي لو انت درت بلوك او انهيبيشن وعندنا مثال للدرج اللي بيمكن يستخدم في هذه العمليه. وبالتالي زي ما قلت لكم فهمكم لوين المشكله وفهمكم للباثوفيزيولوجي اوف ديزيز وفهمكم للهيموستاسيس حيساعدكم حتختاروا واحد من هذه الادويه، او ممكن تستخدموا الهيبرين او تستخدموا الوافرين زي ما حنتكلم عليه ان شاء الله بالتفصيل لما نتكلم على الترومبوسيس. طيب كذلك عندنا في حاجه اخرى اللي هي الدايركت فاكتور 10 انهبيتور اور فاكتور 2 انهبيتور، وفي عندنا دواء معروف اللي هو الديبيجيتان ومعروف باسم التجاري الموجه هنا، وحنتكلم عليه ان شاء الله كذلك بالتفصيل في قائمه الادويه المستخدمه كانتي كواجولانت والانتي بليتلت اجريجيشن. وزي ما قلت لكم الوارفارين اللي كلنا نعرفوه، الوارفارين من الادويه الشائعه المستخدمه، وهو عباره عن فيتامين كي اوكسيد ريدكتيز انهبيتور، وهذا بيشتغل على الفاكتور 2 و7 و9 و10 وبروتين اس وبروتين سي، وبالتالي هيسبب ان فيتامين كي نيد هو اللي بيحصل انهيبيشن والنوت وركينج بيكوز اوف وارفارين. الوارفارين زي ما احنا عارفين وزي ما هنتكلم عليه ان شاء الله ممكن شود بي انيشيتد ان ديفرنت دوز سيستم، ممكن نستخدم ك 5 ملغ 5 ملغ 5 ملغ فور 3 كونسيكتيف داي، او ممكن نستخدم كذلك 10 10 10 ملغ. وفي طريقتين هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله في المحاضره القادمه، ولكن مش مهم هي الجرعه بتاع الوارفارين زي ما احنا نعرفه. اهم شيء في الوارفارين ان في اليوم الثالث ان شاء الله سواء استخدمت الجرعه بتاع 5 5 5 او 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 10 ملغ وارفارين في اليوم الثالث لازم تقيل من القياس الاي ان ار، وبعدين يتم تحديد الجرعه بالزياده او النقصان حسب الاي ان ار وحسب المشكله المرضيه. واحنا زي ما عارفين اذا كان في مشاكل للقلب ديما بنحافظ على ان ار بين 2.5 و 3.5، ولكن اذا كان المريض عنده مركب ستنت او عامل ميكانيكال فالف ريبليسمنت احنا في هذه الحاله نحتاج ان نزيد الجرعه، وبالتالي نحتاج نزيد الاي ان ار الى غايه 4.5، ولكن ديما الاي ان ار يجب ان تتم مراقبتها حتى لا يحصل بليدنج او لا يحصل كلوتينج. اعتقد حننتهي من هذه المحاضره في هذه السلايد، وان شاء الله في المره الجايه حنتكلموا او في الجزء الثاني حنتكلموا على الترومبوسيس، ولكن فهم الترومبوسيس طبعا حيعتمد على فهمنا لمحاضره اليوم. في اخر المحاضره لابد ان اقول سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان كان في نجاح في هذه المحاضره فهو من الله سبحانه وتعالى فقط، وان كان في عجز او تقصير في المعلومه فهو مني فأرجو المعذرة، وهذا سبحان الله ما أعطاني الله من علم. وزي ما قلت لكم أخواني وأحبابي المقصود بهذه المحاضرة هو إن احنا نفهم بالضبط إيش قاعد يصير في الهيموستيسيس عشان نفهم إن شاء الله الترومبوسيس. وزي ما شفنا أن كثير من الميديكيشن متوفرة أو متوفرة يمكن استخدامها، ولكن استخدامها يحتاج مننا لفهم كيف أو إيش أو متى نختار هذا الدواء وما نختارش دواء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.